بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن. هذا قلم فريد. ها حرف تنبيه مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أو تقول هذا اسم إشارة مبتدأ. قلم خبر مرفوع وهو مضاف، فريد مضاف إليه مجرور بالإضافة. هذه مسطرة محمود. ها حرف التنبيه لا محل له من الإعراب. ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، أو تقول هذه اسم إشارة مبتدأ. مسطرة خبر مرفوع وهو مضاف، محمود مضاف إليه مجرور. هذا قلمك. هذا اسم إشارة مبتدأ، قلم خبر مرفوع وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذا قلمي. هذا اسم إشارة مبتدأ، قلمي خبر مرفوع، وعلامات رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم أي على حرف الميم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. التقدير قلم لي. خذ فنجانك. خذ فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. فنجان مفعول به منصوب وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. اشرب شايك. اشرب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. شاي مفعول به منصوب وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. هذا فرس سليمان وهذا ثوره. هذا اسم إشارة مبتدأ، فرس خبر مرفوع وهو مضاف، سليمان مضاف إليه مجرور، وعلامات جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هذا اسم إشارة مبتدأ، ثور خبر مرفوع وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. أين محفظتي؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. محفظتي مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامات رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. التقدير محفظة لي. هات كراستي. هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. كراستي مفعول به منصوب، وعلامات نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. التلميذ يقرأ درسه. التلميذ مبتدأ مرفوع، يقرأ فعل مضارع خبر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. درس مفعول به منصوب وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فريد يحفظ درسه. فريد مبتدأ مرفوع، يحفظ فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. درس مفعول به بالفعل يحفظ وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. هو يطيع أمه. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يطيع فعل مضارع خبر مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. أم مفعول به منصوب وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.
أين مهرك؟ أين اسم استفهام خبر مقدم، مهرك مبتدأ مؤخر. أين مقلمتك؟ أين اسم استفهام خبر مقدم، مقلمتك مبتدأ مؤخر. مقلمة مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه مجرور. الأخ يحب أخته، الأخ مبتدأ يحب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. أخت مفعول به منصوب وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. فرس يركض، فرس مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم أي على حرف السين، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. التقدير فرس لي، يركض فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. أين كتابي يا أمي؟ أين اسم استفهام خبر مقدم، كتابي مبتدأ مؤخر، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمي منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. التقدير أما لي، أخرج من الردهة يا أخي. أخرج فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد حرك بالفتح منعا من التقاء الساكنين. الردهة اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل أخرج. يا حرف ندى، أخي منادى مضاف، والياء مضاف إليه. خذ هذا القلم يا أخي، خذ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو منعوت. القلم نعت لهذا منصوب لأنه يتبع المنعوت في إعرابه. يا حرف نداء، أخي منادى وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير أخا لي، اقرأ درسك يا كريم. اقرأ فعل أمر، درس مفعول به منصوب وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. يا حرف نداء، كريم منادى مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف. والتقدير أنادي أو أدعو، ابنك ينام على سريره، ابن مبتدأ وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. ينام فعل مضارع خبر مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. على حرف جد يدل على الاستعلاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سريري اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل ينام. سريري مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. هذا أبي، هذا اسم إشارة مبتدأ، أبي خبر مرفوع، وعلامات رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير أب لي، أبي يكتب، أبي مبتدأ وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه مجرور في محل جر مضاف إليه. يكتب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. أنا أدخل فصلي، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أدخل فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدأ. فصل مفعول فيه منصوب، وعلامات نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير فصلا لي،
أنا أطيع معلمي. أنا ضمير منفصل مبتدع، أطيع فعل مضارع خبر مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدا. معلمي مفعول به منصوب وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. أنت تطيع معلمك. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدع، تطيع فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وهو عائد على المبتدا. معلمك مفعول به منصوب وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. أبي يكتب. أبي مبتدا وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. يكتب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا. هاتي محبرتي. هاتي اسم فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. محبرتي مفعول به منصوب وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. اشرب قهوتك. اشرب فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. قهوة مفعول به منصوب وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذا العجل يشرب الماء. هذا اسم إشارة مبتدا وهو منعوت. العجل نعت لهذا مرفوع لأنه يتبع المنعوت في إعرابه. يشرب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقدير هو، وهو عائد على المبتدا أي هذا. الماء مفعول به منصوب. المهر يخرج من الدار. المهر مبتدا مرفوع، يخرج فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا. من الدار جار ومجرور وشبه جملة متعلق بالفعل يخرج. والله أعلم بالصواب.